اليوم باللقب يبقى اربع بطولات ثلاثيه تاريخيه مع بايرن ميونخ، ونفس الكلام عن الاسباني. ولو فاز النهارده اسبانيا خافي مارتينيز اللي ضمن البدلاء يعني ايضا يبقى عنده نفس الكلام. ادي من هنا اوسكار الانطلاقه هولك كره العرضيه فريد وممكن اول هدف اللقاء، ولكن هنا الكره مخطوفه الدفاع الاسباني في هذه اللقطه يتلقى في شباكه واحد من اسرع الاهداف في المباراه النهائيه بعد دقيقه او 23 ثانيه تقريبا. يخطف فريد الهدف الاول ليه في هذه المباراه ويسجل كما كان اول من سجل في مركانا الجديد في مرمى المنتخب الانجليزي في اللقاء ودي للمنتخب البرازيلي. اذا البرازيل تشعل الملعب والهدف كما نتابع. ادي هولك وادي الكره العرضيه هنا من جانب اللاعب هولك. شوف هنا فريد والتقاء وارمي لوا يبحث عن الكره، ثم امامنا هنا بقى يخطفها فريد من الوضع راقدا اللاعب فلومينيزي اللي بيسجل في هذه اللحظات الهدف الرابع ليه في هذه البطوله، يتساوى مع ابل هرنانديز. ادي امامنا الكره من راموس ترتطم في ايد ارمي لوا ثم يجدها فريد وفي مرمى الحارس، وسعاده وفرحه امامنا هلك عنده الكره الان في وسط الميدان. هنا من طرف اوسكار وانطلق اوسكار في السرعه اوسكار نيمار هيدفع بريد على منتخب البرازيل نيمار هو الهدف الثاني نيمار يرجع لاوسكار نيمار توقع نيمار هنا متسللا خرج من الوضعية لم يكن متسللا استلم بوم حطها على يمين الحارس كارياسياس يا لها من تسديدة داخل منطقة العمليات اوسكار انتظر نيمار لم ينتظر هذا بدويز الجهة اليسرى مارسيلو وسط الميدان باوليني وغوستافو اوسكار هيل نيمار وكذلك فريد كرة صعبة فريد على هدف الهدف الثالث لصالح المنتخب البرازيلي في الدقيقة الثانية أيضا في نفس توقيت الهدف الأول الذي سجله فريد. فريد يلتحق بفرناندو توريس ويصبح هداف هذه الكأس ويسجل الهدف الخامس له في كأس الكونفدراليات والهدف الثالث للبرازيل. الإسبان يجب أن نعود إلى زمان لكي نشهد نتيجة مثل هذه عندما خسر بالثلاثية سنة 50 خسر بالسداسية أمام الإسبان أمام البرازيل. ها هو في الماراكانا ينهزم بثلاث أهداف مقابل صفر مع انطلاقة الشوط الثاني. طبعا الآن نقدر نقول بأنه دفع ثمن الإرهاق الذي نال منه في المباراة النصف النهائية، دفع اليوم ثمن الحيوية والاندفاع والإرادة والحضور الكبير جدا الفردي والجماعي للاعبي المنتخب البرازيلي. هدف غير متوقع لصالح